يعني هو بالنتيجة اللي بده يخسر الشعب الأمريكاني، لأنه بالنسبة للشعب السعودي أما الشعب العراقي، يعني إذا ما كانش في علاقات جيدة مع الولايات المتحدة وكانت العلاقات مع الصين أما مع الهند مع روسيا فلتكن، ولكن هؤلاء الدول رح يلبوا رغبات هذه الشعوب في الشرق الأوسط. هل الشعب العراقي إذا تعامل أما السعودي تعامل مع السعودي مع روسيا أما الصين نفس الشيء ما عم تعمل مع الشعب الأمريكي؟ هون بعد عنا بالولايات المتحدة قوانين تحترم إذا في اتفاقات تجارية في محاكم تعود إليها، بينما بروسيا وبينما بالصين تختلف الأمور بالمحاكم هنالك. يعني بضل الشعوب العربية عندها عطف مع الشعب الأمريكي والأوانين الأمريكية أكثر ما يكون عندها عطف مع الروس و والصينيين. ولكن اذا 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 الاداره، بس المنيح عندنا بالولايات المتحده كل سنتين عندنا مجلس نواب جديد وكل 4 سنين عندنا ربما اداره جديده اذا اكثر شيء طولت من سنين. بقى نحن هلا تاني بهالفتره هيدي بعد عندنا سنه لنعرف الرئيس، اذا اكيد اجى رئيس من الحزب الجمهوري هذا سيتغير كليا لمصلحة الدول العربية، لأن الرئيس إذا إجا من الحزب الجمهوري يعرف العلاقات المتينة مع الدول الصديقة والحليفة. طبعا بيكون في شوية تجاوزات من هؤلاء الدول ومن مجموعات تهدد الأمن في هذه الدول، ولكن نحن تقليديين عندنا علاقات مع الدول العربية ويجب هذه العلاقات أن تعود وأن تتحسن. يعني إذا كان في صار حوادث استثنائية يجب هذه العلاقات أن تعود وأن تتحسن، مش مثل أنه تروح على نظام إيراني اليوم يهدد أمن كل دولة في العالم العربي وحتى يهدد أمن إسرائيل ولكن لا يفعل أي شيء ضد إسرائيل. كل ما منشوفه عم بيغير الوضع الديموغرافي بالعراق، عم بيغير الوضع الديموغرافي بسوريا، عم بيغير الوضع الديموغرافي في لبنان، عم بيغير الوضع الديموغرافي في اليمن، وهذه هي إيران. يعني إذا إدارة بايدن اللي هي وليدة إدارة أوباما اللي كان راحوا تحالفوا مع أقصى اليسار بهؤلاء بالدول، إن كان بالعالم العربي تحالفوا مع الأخوان المسلمين وإن كان بإيران تحالفوا مع النظام الإيراني القائم، إذا هذه مصلحة المجموعة قليلة وصلت على السلطة في الولايات المتحدة مش معناتها هذا كل الشعب الأمريكي أما كل هالمؤسسات في الولايات المتحدة تربخ لهكذا نظرية. فلذلك الأمر سياسة أوباما واللي عم بتبعها سياسة بايدن اليوم لا تمر في الكونغرس الأمريكي، لأن الكونغرس الأمريكي اللي بيمثل الشعب مباشرة يرفض هذه العلاقة مع إيران، ومحمد بن سلمان يعرف هذه الحقيقة وهو كل هذه النقاط اللي عم يعملها والمواقف اللي عم يعملها حتى يسمع الشعب الأمريكي، يسمع الكونغرس الأمريكي، ما يمنحوا أي معاهدة مع إيران.